ارفع كتابك المقدس واعلن هذه الكلمات. هذا هو كتابي المقدس، أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش، أنا جاهز لاستقبال كلمة الإيمان التي تزرع فيا فتعطي ثمار 30، 60، و100. سوف أتغير باسم المسيح، آمين ثم آمين. يا رب الآن أنا أصلي بأنك أنت تفتح أذهاننا الآن لكي نفهم الكتب وقوة الله. إني أعظمك الآن أيها السيد لأنك تقودنا أن نعلم ونتكلم بحسب قلبك، وأنك أنت يا سيد ترفع كل شيء يعيقنا عن قلوبنا، عن أفكارنا، عن أجسادنا الآن، كل أتعاب باسم المسيح، كل أرواح شريرة الآن نأمرها الآن أن تخرج من هذا المكان باسم المسيح. نعلن روح الله في هذه الكنيسة، نعلن قوة الله، نعلن دم يسوع، كل تشويش يزول، كل عدم إيمان يزول، كل تدين يزول باسم المسيح، ونعلن حياة وحياة فياضة في هذه الكنيسة. ولك كل المجد الآن لأنك سمعت واستجبت. امسح كل كلمة تنطق فيها شفتي لمجدك الآن ولانتشار ملكوتك. أصلي كل شعب الله يقول آمين ثم آمين ثم آمين. هللويا. ما زلنا اليوم نريد أن نتحدث عن التلاميذ. قد بدأنا الأسبوع الماضي، الأشخاص اللي ما كانوا هون الأسبوع الماضي بدي شجعك تأخذ الكاسات وتسمعوا مرارا وتكرارا حتى اللي تعرف عن شو رح نكون عم نحكي في مدة السنة القادمة. هللويا. لأنه كل شهر رح نكون عم نحكي عن تلميذ مجدا. لا عم بمزح، لكن في منه ننخضوا يعني. لا ما تنخض، ما تنخض. سوف نتحدث عن تلاميذ يسوع، وبسياق حديثنا عن تلاميذ يسوع هام جدا أنه ندرك بأن رب يسوع المسيح إذ اختار من اختار، اختار من اختار بسبب أنهم أتباع. صحيح؟ وإذ تعرف أنه هذا هو القاسم المشترك الموجود بين كل تلاميذ الاثناش، هو أنهم أتباع بالدرجة الأولى. التلاميذ الاثناش كانوا أتباع بالدرجة الأولى. الآن يا أحبائي، في أشخاص بتقول أنه أنا مستعد أن أتبع الرب يسوع. وعادة في أشخاص بتقول شو أنا عم بخدم مين؟ أنا عم بخدم الرب يسوع. الآن اسمعني جيدا، الله أيضا اليوم يريدك أن تخضع للسلطان الإلهي كما أنك تخضع للسلطة التي قد عينها من خلال هذا السلطان الإلهي. أترتيبات الله، اسمعني جيد الآن، في الكنيسة مثلا، في المجتمع ثانيا، في العائلة أيضا، هي ترتيبات إلهية من وضعت بسبب كلمة الله. وأنا وأنت إذا كنا لا نخضع لهذه الترتيبات كأننا لا نخضع لله بنفس الأمر. التلميذ هو تابع. قول معي التلميذ هو تابع. بعد مرة لو سمحت اطلع بعيون اللي حدك له، التلميذ هو تابع بالدرجة الأولى. آمين. ولاحظ معي الآن ليش يسوع اختار من اختار. يعني تخيل يسوع صلى كل الليل، الكتاب بيقول لا ينزل تاني نهار، قال من عن الجبل طلع الصبح صلى، بقي يصلي 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 يصلي. نقى بطرس، نقى يوحنا، نقى يعقوب، نقى والأجمل نقى يهوذا. يمكن ما سمع صوت الرب جيدا. في أشخاص بعض الأحيان بيقول بيطلع بيقول أوف لو أنا محل أسيس يسوع، لو أنا محل كنت ما بنقف فلان، مش شايف ولو مبينة. بتعرف يا أحبائي، مش بس يسوع كان بيعرف أنه هو عم يسرق، أنه يهوذا عم يسرق، كل التلاميذ بيعرفوا كانوا. ولا مرة بتشوف يسوع صفقوا لبطة ليهوذا. رح نبقى منحكي أكتر عن يهوذا لما بيجي دوره. لكن الآن لاحظ معي الآن، هذا الأسيس يسوع إذ أراد أن يعني يبلش خدمته على الأرض
مين بيعرف انه اذا في حدا بيقدر يخدم لحاله هو يسوع؟ ما سمعته شو قلت. مين بيعرف انه اذا في حدا عنده قوة انه مش محتاج بالحقيقة لفريق هو يسوع؟ صح، مش محتاج لحدا يكون معه كفريق، هو يسوع. لا ولا بلا. لكن يسوع ما بيحب السولو. عادة أنا موسيقي. مجد ليسوع. يعني كنت دائما ببانز وبفرق، وأيضا كنت برات لبنان. دائما عادة بيكون في بالباند أو بيكون لما بيكون في ريسيتاليت أو بيكون في يعني شو بسمون حفلات موسيقية، وعادة يتسلط الأضواء على الشخص اللي عم بيلعب سولو، عم بيدق سولو أو عم بيغني سولو. نعم، أنتوا هون ولا مش هون اليوم؟ نعم. عادة إذا كل الناس عم بدق، في واحد إذا عم بيلعب سولو عادة كلهم بيصيروا عم بيلعبوا، عادة يعني ما بيعرف الموسيقى، عم بعطيك معلومة، عادة بيصيروا يلعبوا ستدي، يعني بيصيروا يلعبوا كتير فلات أو عادي أو ما بعرف شو بسميها بالعربي، يعني كتير عم بيلعبوا مثل ما هي دان 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 مثلا، أفكي بعدين بيفوت واحد دان 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 مثلا، ما هيك بيلعب غير شيء. هذا شكون عم يعمل سولو؟ إذا في حدا كان بيقدر يدق سولو بهذاك الوقت هو يسوع، لكن اختار انه يكون بالفريق. قولوا امين او شيء. يعني يسوع اختار 12 رغم انه هو مش محتاج لا ولا واحد، والاحلى من هيك عارف بانه لما رح يترك تارك المهمة ربح العالم لهدول 12. يعني انا ومحله كنت بدي افكر كتير منيح قبل ما اختار شو بدي اختار، لانه اللي رح اختارهم هن اللي رح يغيروا العالم. صلى كل الليل اختار استفانوس، صار لك كل الليل اختار متى، صار لك كل الليل واختار يوحنا ويعقوب. واليوم أريد أن أتحدث عن يوحنا وعن يعقوب، عن اختيار يسوع الأول. لكن الرائع بالموضوع أنه الكتاب يقول، استقرأ الآن بمتى لوقا الإصحاح الثامن، لوقا 8، لاحظ تقرأ الآية الأولى، الرائع بأنه يسوع محل ما كان يروح كانوا هن يروحوا. تقرأ: بعد ذلك أخذ يجول في كل مدينة وقرية واعظا ومبشرا بملكوت الله، وكان يرافقه تلاميذه 12. بمعنى آخر صاروا مثل خياله أتباع. أراب يا أحبائي، إن أراد أن يختارك الله لا يختارك على حسب إمكانياتك، لا يختارك لأنه أنت عايزني الآن. يسوع يسوع أنا فيني ساعدك، أنت ما بتعرف أنه أنا عندي مواهب. أسيس يسوع أنا عندي حسابات بالبنوك وعندي بزنسز، أعمالي مزدهرة كتير، أنا فيني ساعدك. أسيس يسوع فيني أعرض خدمات عليك إذا بدك، كيف فيني ساعدك؟ تعرف شو يسوع بيطلع فيه بالحقيقة؟ أنا كيف فيني ساعدك؟ لأني أنا لا أبحث عن أشخاص ذو شأن، إنما أبحث عن أشخاص ليس لها أي شيء سوى عندها
إعلان واحد هي أن تتبع. اتبعني، لا تمشي أمامي، اتبعني، لا تمشي حدي حتى، اتبعني. هذا عم تسمع علي الآن. والله في هذه الكنيسة الآن إذ يريد أن يؤسس تلاميذ، عليك دائما أن تدرك بأن التلميذ، التعريف الأول لأي شخص كتلميذ هو الذي يتبع، هو الذي يتبع، التابع. واستقرأ الرائع أنه لما بتقرأ برسالة بطرس تقول لأي درجة، يعني لأي درجة أنا لازم ضل خاضع، لأي درجة لازم ضل خاضع، لأي درجة؟ أنا بقول لك لدرجة لما بتبلش تشوف حدا أو القائد أو الخادم عم يطلع برات كلمة الله. حتى هيدا الوقت، اسمعني جيدا، اوعى تحتقر المسحة إلى هذه إلى هذه الدرجة. حتى هذا الوقت، حتى وان أردت أن تخرج من أي تبعية، اوعى تحتقر المسحة. هل عم تسمع علي الآن؟ تعرف شو قال بطرس؟ قال لا تخضع للسادة الجيدين، قال بل أيضا للقصاة الظالمين. خضع لهدول، لأنه شو بيكون، شو بيكون مجد لألك، أو شو بيكون يعني مجدك إنك إذا أنت عم تعمل مثل كل ما الناس بتعمل. قال لا تخضع لهدول، اخضع حتى للظالمين، للقساة، لهدول الأشخاص اخضع لألهم. الآن يسوع، الأسيس يسوع نقى تلاميذه الاثناش، أليس هذا غريب؟ بأن يسوع لم يستثمر صداقاته في التلمذة. ما سمعت شو قلت؟ يسوع لم يستثمر صداقاته في التلمذة، بمعنى آخر يسوع كان عنده أصحاب، بس هدول الأصحاب ما كانوا تلميذ. إليعازر كان صديقه ليسوع، كل مرة قاطع من هديك المنطقة يميل يعملوا مشاوي، يأكلوا سوا ويلعبوا طاولة. صح؟ تقلي لا شو عرفك؟ أكيد صاحبه. ولما مات يهو شو اسمه إليعازر، يسوع بكي صح؟ قال أوف، كان يحبه كتير صديقه. لكن لاحظ إليعازر لم يكن من الاثنى عشر. إذن عليك أن تميز بين الصداقة والتلمذة. أتباع يسوع، تلاميذ يسوع الاثناش، كانوا بكل تأكيد أصدقائه، أحباءه، لكن أتباع. هام جدا 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 أن تدرك بأنه مهما كان، حتى لو كان في صداقات كبيرة، تذكر بأنك أنت تابع في الدرجة الأولى قبل ما تكون صديق، قبل ما تكون أي شيء آخر. طال حدك مرة تانية قل له أنا تابع، قل له لأني تلميذ. لا ولا بلا. الآن من هيدول اللي نقاهم يسوع نقى اثنين، ويا لك أن تدرك من هيدول هن هالاثنين اللي نقاهم يسوع. نقى اثنين استقرأ عنهم بمرقس الإصحاح التاسع، مرقس تسعة، قبل ما اروح على مرقس تسعة الرب يسوع نقى يوحنا ويعقوب
اليوم بدي بلش أحكي عن هدول التلميذين. وليش هدول التلميذين؟ بالحقيقة لأنهم إخوة، وأنا بحب أحكي عن الإخوة لأنه عادة بين الإخوة في إشياء غير ما يكون بين كل الناس، صح؟ يعقوب الكبير ويوحنا الصغير. وقال شو كان اسمهم هيدول؟ على فكرة الدراسات تدل بأنه كان يعقوب ويوحنا هن ولاد خالته ليسوع. وأيضا الدراسات بتدل بأنه يعقوب كان بالحقيقة تقريبا عمره شيء 20 سنة لما اختاروا الرب تلميذ، ويوحنا تقريبا عمره شيء 15 سنة لما رب اختاروا تلميذ. تخيل، صام، صلى كل الليل، نقى واحد عمره 15 سنة ليغير العالم فيه. لو أنا وياك كنا بهذاك الوقت عم نراقب عم نقول اف، أكيد ما بيسمع صوت الله الأسيس يسوع. لو أنا وياك عم نراقب كنا قلنا لا 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 لا، أكيد مغلط، هلا بك تقنعني إنه هيدا اللي عمله صح ومن الله؟ بدك تقنعني انه هيدا الموضوع، انه معقولة يحط لنا تلميذ عمره 15 سنة؟ معقول؟ معقول يكون واحد عمره 15 سنة بده يستخدمه بعدين ليقيم كنيسته؟ معقول؟ معقول خيه اللي عمره 20 سنة قالوا بتعرف شو الاحسن بعد؟ الاحسن من هيدا كله؟ الاحسن من هيدا وكله قال كان لأبن انه هن ابني الرعد. ما بتعرف أنا شو بذكرني ابني الرعد؟ بذكرني بالمصارعة الحرة. يعني كنت تفوت على الحي محل ما كان يوحنا ويعقوب، كانوا عاملين بوطة. بعد شوي شباب إيشو ابني الرعد؟ أيوة. لبسين جاكيتات جلد، عرفت كيف؟ وصفوا الهارلي ونزلوا. هدول أبناء الرعد، هدول جماعة شرسين كتير، يعني بذكروني كأنه كانوا عاملين شي عصابة بالحي. ها؟ يسوع نقى 2 من عصابة. أبناء الرعد. لا، مين كان يحضر مصارع؟ قال بطلت أنا أحضر، بس إنه كنت بالزمانات أحضر. مين كان يحضرون؟ كلهم بيعملوا حالهم ما كانوا. لا لا، أنا ما كان. نتخيل ابني الرعد طلعوا. نحن وصغار عم تخيل يعقوب ويوحنا بيلعبوا مع بعض هن وصغار مصارع. أنا مرة كسر إيده لهادي ونعم لعب. خيل كبير بزق أسنانه. بمحبة، يعني بمحبة، بكل محبة، بس كنا نتمرن فيه. شايفين هذه في وحدة هيك كانت نحن وصغار ينفخوا بالون تحطه هيك يصير بخ بخ ويرجع لك؟ ها؟ كنا أنا وجابي نحط هذه بالنص بخ بخ ويرجع لك. لا بمزح. كانت تيجي الماما تشوفنا لقطينه وهيك فستوك عم نكبه سلقة اوه تير يجي. لكن تخيل يعقوب ويوحنا عم يلعبوا مصارعة، ابني الرعد، وسبتك وجاكيتات وقصص، وابني الرعد، ابني الرعد، الآن اتبعني، اتبعني، أجعلكم صيادي بشر. إذا كان في أمل إنه الله يختار 2 ابني الرعد، أكيد في أمل إنه الله يعمل بحياتك أنت أيضا، لأنه الله اختار أن يفحم الحكماء بجهالة العالم.
قال لأن الله اختار ما هو جاهل في هذا العالم لكي يفحم الحكماء. قال لأن أين هو الحكيم وأين هو المعلم وأين هو الشخص الفاهم في هذا؟ ألم يجعل حكمة هذا العالم جهالة؟ وعادة ثلاثة أرباع الأشخاص اللي عندهم مشكلة بالتبعية هي بسبب أنه كبرياءهم وزهنهم، بيعتبروا بأنه بالحقيقة أن حكماء كفاية، فهمانين كفاية ليكونوا من أتباع يسوع. عشان هيك الله اختار المزدرة غير موجود ليخليهم يصيروا أحكم من حكمة هذا البشر وهذا العالم. ومين عنده مشكلة بالتبعية عادة غير الشخص اللي عنده مشكلة بأنه هو فهمان؟ فاهم أنه هو فهمان، معتبر بأنه ذكي، بيتصور بأنه هذا الموضوع أعظم، يعني أنا أعظم من هيك من أنه يكون. شو عم تحكي أنت؟ شو بيك؟ شو الله اختار ابني الرعد. والرائب أن ابني الرعد هيدول استقرأ بيوحنا، عفوا بمرقس الإصحاح التاسع، تقرأ بالآية 38، قال فتكلم يوحنا قائلا يا معلم رأينا واحدا يطرد شياطين باسمك وهو لا يتبعنا فمنعناه لأنه لا يتبعنا. نلاحظ يعني جماعة كمان عندهم غيرة كمان. نتخيل هالتلميذ، يعني عم بتخيل يسوع عم بيعاني مع التلميذ، وين ما بيروح لحقينه، وين ما بيمشي قال كان يذهب و12 ماشيين معه، عم بيوعظ و12 حده، بروح البيت و12 معه، وين ما بيروح 12 معه. قال وفجأة هن وماشيين يوحنا شاف واحد عم يطرد شياطين باسم يسوع. اوب، انت مش من كنيستنا، لابس بادج. لازم تطلع اللقاء بعدين. تعمل مدرسة خدمة، بس خلص مدرسة خدمة منشوف إذا منرضى عنك بعد 20 سنة نعطيك بادج، ساعتها منقول لك بركة بتبلش تطرد أول شوشو، مش شيطان لأنه بعد ما بتعرف. هذه نفسية يوحنا. نفسية بأنه له الحق الحصري، عنده الوكالة الحصرية بأنه يطرد الشياطين، بأنه يتبع يسوع، ولكن لم يكن يدرك بأنه تبعية يسوع هي للكل. يوحنا رأينا واحد فمنعناه، فلاحظ يعني صبر يسوع. عم تخيل يسوع قديش بيصبر، قديش كان. قال فقال يسوع لا تمنعوه، فما من أحد يعمل معجزة باسمي ويمكنه أن يتكلم علي بالسوء سريعا بعد ذلك، فأنا من ليس ضدنا فهو معنا، فأنا من سقاكم كأسماء باسمي لأنكم خاصة المسيح، فالحق أقول لكم إن مكافأته لن تضيع. نلاحظ معي الآن فكر يسوع، قال لا تمنعوه، لا لا اتركوا. نلاحظ اني عم تخيل يوحنا ويعقوب ورا، انه شو يعني لا شو لبستونا بجيت على الفاضي وعطونا هون. او انه لا يا خي انا انه شو هاليسوع خي، لا ما مش هيك بيبنوا كنيس. لا لا لا، ما ليس معنا فهو فما ليس ضدنا فهو معنا. انت فهم غلط يوحنا، انت فهم غلط. نلاحظ لان استقرأ بلوقا الاصحاح التاسع، هذه الحادثة اللي كنت عم قلك عنها من شوي، لاحظ الإصحاح التاسع من لوقا،
ايه 51 لوقا 9. لاحظ قال وتكلم الايه 49 رح اقرا. تكلم يوحنا فقال يا سيد راينا واحد يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لانه لا يتبعنا لا يتبعك معنا. فقال له يسوع لا تمنعوه لان من ليس ضدكم فهو معكم. ولما تمت الايام لارتفاعه صمم بعزم على المضي الى اورشليم فارسل قدامه بعض الرسل فذهبوا ودخلوا قريه للسامريين ليعدوا له منزلا فيها. قول معي منزلا فيها. شوف فايتين يعملوا تلميذ فايتين يستاجروا بيت ليقعدوا بالسامره صح. لاحظ ولكنهم رفضوا استقباله لانه كان متجها صوب اورشليم. مين هدول؟ السامره. فلما راى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا تذكروا جاكيتات الجلد وفلت عتيقهم. نحن ما بحياته هذا نلعب معنا هيك ليه؟ ناولني الشبرية يعقوب يسوع بدك ننزل نار من السماء منحرق لهم اياه ولا انا هيك بتعامل؟ انا بنشحت مننزل نار مشاوي بشوي لك اياه ونشوي. انت بس اللي بس كلمه صغيره وشوف انا بس كيف شو بعملون فجر لك الوضع. كلمتين الشباب كلهم بيجوا ولاد الرعد عدا انه يسوع. هذا يسوع حبيب قلبنا هذا الاسيس يسوع ها كمان ولاد خالته بيلعب مع ابن خالتي يعني انا وابن خالتي على الغريب عادة بيلعبوها عشائرية. مننزل نار من السماء. يعني شو هالتلاميذ الرائعين بالحقيقة يعني الله بده يغير فيهم العالم بدهم يعملوا العالم مشاوي. فكرت في شيء في مرة يسوع اختار ناس قلبهم يشوي العالم مش يحب العالم واختار ناس انه يغير فيهم هذا العالم. قال بدك مننزل نار من السماء نحرق لك اياهم شو بدك نعمل فيهم كيف بتحبهم well done او ولا ميديوم توال يعني بتحب انه في زوم جوا او ناشفين كيف بتحبهم مطفيين بشوية حامض او وانو جليل توم كنت في التومو توم وحامض كيف بتحبهم شو هالتلاميذ الروعة يعني تخيل يسوع وقف هيك بالنص يوحنا يعقوب شو قدامي شو ما بدي اسمع صوتك من هلا لأوصل على البيت انت وياه بسمع منكم كلمه بعد هلا لأوصل على البيت قدام تخيل يسوع يعني من بعد كل هذا وكله ما صفقن لبطه كان في بكل السهوله يقول لهم لحد هون وبس تحملتكم بما فيه الكي يوحنا شبابا يعني بالمقابل ترى يسوع يحب اختار اشخاص كليا بشر هدول الاشخاص اللي بنسمي كنيسنا على اسمهم كاتدرائيات كبيره في هذا العالم اسمها مار يوحنا ومار يعقوب ابني الرعد زقائيه بشارع
الله اختارهم وحولهم إلى أشخاص صنعوا نهضة في هذا العالم. هللويا. بدو ينزلوا نار من السماء. وأنا وياك عادة جايين في هذا الفكر, نحب الانتقام, نحب الانتقام, منحب إنه اللي بيدعس عجرنا بندعس على راسه. أنا هيك بيعمل, أنا هيك بتصرف. ما بتعرف مع مين عم تحكي؟ شايف؟ أنت ما بتعرف مع مين عم تغلط؟ يا أحبائي, بتعرف الله لما اختارك, بتعرف ليش اختارك؟ الله اختارك لكي تصبح شخص خادم. تعالوا حدا كله, دعوتك هي أن تخدم. تعرف شو يعني دعوتك أن تخدم؟ الخادم بتعرف شو بيعمل؟ لما كنت بأمريكا عادة يعني الزبون دايما على حق, ما بعرف هون بلبنان كتير قديش هذا الموضوع بيزبط, يعني بالمطاعم هون هن بتفلسفوا عليك, لكن بأمريكا يعني كنت قاعد بمطعم شوي غالي شوي, عزمين على محل غالي شوي, وفي شيء 4-5 يعني عم ينتبهوا انه الشقفة اللي قدامي محطوطة صح هيك, مطوية صح, الصحن اللي بجيبوه دائما كيف محطوط, قديش نوعية المي, بينطر لما خلص المي, يعني بيكون ناطرك لتحط قشة بالمنفضة, شو بجيب منفضة, بشيل منفضة وبحط, ناطرك بس لتكب شي قدام الصحن لغير لك كل الأمر, وكل شوي عزوقك كل شي تمام, هل أنت بخير؟ هذا بتعرف شو اسمه؟ خادم. وبتعرف نحن كيف عادة نتعامل معه؟ مشو هاي إذا عم احترمني عادة معلم؟ ولك وين صار هالهمبرجر؟ ولك شو هالسلطة مثل وشك؟ لا بس عادة هو مدرب, مفروض الخادم لما أنت بتحكي معه بالأسلوب مدرب بتعرف شو يقول لك؟ بأمرك كيف بتريدها؟ بغير لك إياها شو بتحب؟ ولما أنت بتقوم بتحمل حالك بتفل وبيكون على الطاولة صار فيه إمبلي زرية, وخاصة إذا طالب أكل بيشوي يعني شغلته هو يجي, انت بتهمل حالك بتفل, لكن هو شغلته يجي وينظف من وراك. تعرف شو اسمه؟ خادم. لا لكن ابناء الرعد ما كانوا بدي يعملوا هيك, تعرف شو بدي يعملوا؟ بدون يشبون. انا عم تحكي معي هيك؟ بدي ينتقم. وعادة أنا وياك بنبقى ما ننتقم لدرجة إنه فجأة بيجي تليفون, ترد مرتك, ترد أمك, قالوا إيه, كون قاعد أنت هونيك جوا, مين هو؟ أعطيني التليفون, أنا بحكي, أعطيني التليفون. مين بكون؟ أعطيني التليفون, خلي اسمع بعمل ابن الرعد. الله يريد أن يحول ابن الرعد إلى أشخاص كيسوع. الله يريد أن يحول أشخاص, يريد أن ترسل نار من السماء, يريد أن يتلمزك ويصير تابع لدرجة أنك قال عندما إذ كان يلطم لم يكن يرد, إذ كان يشتم لم يكن يرد, ولكن كشاة سيق إلى الذبح وكنعجة أمام جزيها وهو لم يفتح فاه. ليش؟ ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم. لاحظ الآن وبكمل الآية ما خلصت, ويبذل نفسه فدية عن كثيرين.
ده حلي لك مستوى اليوم. قال وكما أرسلني الآب هكذا أرسلكم. بمعنى آخر أنت أيضا دعيت أن تخدم وأن تبذل حياتك فدية عن كثيرين. إنك تخدم لدرجة إنك أنت ما تبين هدفك إنك تنظف ورا الناس، تتحمل الآخرين، تعمل كل شيء لأنه يكون خيك فرحان. هللويا. مش أنت الفرحان، خيك الفرحان. هللويا. مجدا ليسوع، مجدا ليسوع. ورعب الموضوع أن أبناء الرعد هيدول بعد ما قرروا يعملوا مشاوي فجأة عرفوا أنه يسوع بلش يحكي عن آخر أيامه. حدا بعده هون، حدا بعده يسمع، صاروا يتسمعوا يسوع عم بيقول أنا ماض إلى أبي، أنا سوف أتقل. عم بيسمعوا أخبار يسوع. بعد شوي راحوا لعند أمهم، ماما أنت خالته وبتموني عليه، هو بيسمع لك لأنه مرة كبيرة. بليز قولي له خلينا نقعد واحد عن شماله واحد عن يمينه. ليك شو لذيذين يوحنا ويعقوب. يعني امبارح كانوا بدهم يشووا العالم، هلا بدهم يقعدوا فوق. امبارح كانوا بدهم يعملون باربيكيو، عرفت؟ اليوم عم يتوسطوا عند امهم. ولذيذه لما النسوان بتدخل على الدق اسيس. ويعملوا واسطه. شفنا وضع هالصبي. شفنا وضع هالأسيس يسوع. يعني أنت بتعرف تقبرني. إنه ولاد خالتك ما حدا إلهم غيرهم غير يعني أنت كبيرهم، ما تبخزني. عرفتني كيف؟ وصبح أنت ابن الله ورح يكون عندك عرش فوق، زبطنا إياها ولو. يعني ما هيك هيك كلهم رح يقعدوا هنيك. يعني انه شو بيقص، يعني انه شو بتفرق يكونوا قاعدين حدك، ما ان الاولى. لاحظ الان، اقرأ معي الان في اصحاح 20 من متى. الأسيس يسوع، إصحاح 20 من متى. والآية 20 بيقول فتقدمت إليه أم ابني زبدي وهما معها وسجدت له تطلب منه معروفا. جاي هي وحنونة وجاك. جاكو وجنجونة زين هيك حملته بدايون زي معهم أمه. واحد ابن 20 واحد ابن 15 كان كبر شوي، يمكن صارت شي 18. حنونة صارت 18 يقبرني. طلع دفتر سويقة وماشيها. جاكو صار بلش يحلق يعني. فقال لها ماذا تريدين؟ زي أن تطلب منه واسطة. أجابت قل أن يجلس ابني هذان أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك في مملكتك. فأجاب يسوع قائلا ليعقوب ويوحنا أنتما لا تدريان ماذا تطلبان. نعم نحن ما عم نعرف شو عم نطلب. شو بك يا زلمة، ما شفتنا امبارح كنا عم نصلي كل الليل.
نحن متشفعين ممسوحين ربا. انت بس قول كلمة بس وشوف شو بنعمل. نلاحظ أتقدران أن تشربا الكأس التي سأشربها؟ أجابا نعم. ولا إذا هيك وي مش مصيبة. امبارح كانوا بدهم يعملوا العالم باربيكيو. اليوم ولو اي كاس شو منكرع كرع يا معلم. انت بس الايها ايها وين؟ اجاب نعم نقدر. فقال لهما كأسي سوف تشربان، اما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي ان امنحه، لاحظ، إلا للذين أعده أبي لهم. بمعنى آخر اسمعني جيدا يا أحبائي، بليز اسمعني شو بدي لك الآن. بمعنى آخر حتى ليس الابن الذي يقرر من سوف يجلس فوق، تعرف مين سوف يقرر؟ اسمعني، قديش أنت تخضع لمشيئة الآب هذا الذي يقرر. أديش أنت بالمية مية يا رب أنت تزيد وأنا أنقص. أديش أنت مية بالمية يا رب أنا أريدك أنت. الذي يرفعه الآب، الذي يرفع نفسه يوضع، الذي يرفع نفسه يوضع، الذي يضع نفسه يرفع، لأن الآب يرفعه. الآب يرفع من يشاء ويضع من يشاء. مبارك اسم الله إلى الأبد. حتى الابن، اسمعني شو بدي لك الآن، كإنسان عم يحكي يسوع لا يقرر، لكن الله قد عمل، الله قد وضع كلمة، وبحسب ما أنت تسير في هذه الكلمة أنت بالحقيقة تقرر. أنت تقرر وين بدك تكون قاعد فوق. الأمر يعود على قديش أنت تسلك بحسب شو الله بده، لأنه ياما أشخاص معتقد حالة بالأمام سوف تكون في الخلف، وياما أشخاص معتقد حالة في الخلف في السماء رح نشوفها قاعد حد يسوع. يسوع يستطيع أن يغير ابني الرعد إلى أن يصبحا تلميذان قادران أن يشربا الكأس الذي هو شربه. ما الذي جعل يسوع يحتمل هيك اثنين معه بالمجموعة؟ يعني عم بحكي على الجي 12 تبع يسوع جسي، جي 12 تبع يسوع عنده اثنين يا خيي بالمجموعة ما بيطايقوا، اخوة كيرسي وعندهم امون. كيرستين عم بتخيل يسوع كذا مرة ماشي بالشارع ويوحنا بتعرف عم تغنج عليه لأنه هذا هو التلميذ الذي يحبه الرب، ما هيك؟ وعم تخيل يعقوب ماشي وراء يوحنا جاوم من الأدين، أنا بدي أمشي حد ولا أنت؟ لا أنا بوقف حد هالميلة أنت هالم... يا الله يا الله يا الله. لا يسوع بالنص يوحنا. يعقوب تقبروني طولوا بالكم. شو اللي خلى يسوع أن يحتمل هيك اثنين معه؟ يحبهم، يحبهم.
في كتاب ريته بالزمان بالزمانات اسمه Only Love Can Do a Miracle. بيحكي عن رجل مات ابنه وصلى له قام وكتب القصة وقال اللي خلى ابني يقوم هو بالحقيقة الحب، اني رفضت ان افعل اي شيء لكن بحب لابني اني لن ارضى ان يذهب هكذا. الحب الذي يصنع معجزة، معناته هيك اسم الكتاب، الذي يصنع المعجزة هو الحب. انت رح بتصلي احسن لشخص بتحبه من لشخص ما بتحبه او ما عندك شيء لقاله. تعرف شو الرب يسوع قال كذا مرة؟ قال دخل الى مكان وتحنن عليهم، قال فشفى مرضاهم. الحب قاد يسوع ان يشفي المرضى، الحنان، عواطف. قال تحنن عليهم ورآهم كغنم بلا راعي. بتعرف شو قال؟ قال أرسل تلاميذه إليهم وقال صلوا من أجل الفعلة، صلوا من أجل الفعلة، لأن الحصاد كثير لكن فعلة، الفعلة، الفعلة، الفعلة قليلون. واليوم أريد أن أتحدث في هذه الكنيسة أم بتحدث عن التلاميذ لكي أتحدث عن الفعلة؟ لأن الله قد وضع في الكنيسة راعي، قد وضع في الكنيسة معلم، قد وضع في الكنيسة نبي، قد وضع في الكنيسة رسول، قد وضع في الكنيسة مبشر، لكن الكل هم فعلة. إذا أنت عم تدور على شو موقعك، الله قال البعض معلمين، البعض رسل، البعض أنبياء، البعض مبشرين، البعض رعاة، لكن الكل فعل، فعل، فعل. ونهار اللي بتبلش تغير نفسيتك من شخص يريد أن يستقبل إلى شخص يريد أن يعطي، عندها سوف تختبر الحب. إن بالحقيقة لما مشكلة سهاك بتبطل مشكلة سهاك، بتصير مشكلتي، بتصير صلي أحسن. لاحظ كيف بتصلي لقرايبينك أحسن مما بتصلي لقرايبيني أو لعائلتك، للأشياء اللي بتخصك. نعم عادة أنا وياك حتى نقول صلي، صلي لي، صلي لي، أمين أمين أمين. كم واحد طلب منك حدا يصلي له لكن أنت ما صليت؟ خلينا نشوف. تعرف ليش؟ ربنا يتولاهم. لكن لما الموضوع ببلش يدق فيك. بس تعرف شو يا أحبائي، لما تكون مثل يسوع مشكلة كل واحد راح بتصير مشكلتك. في حب. شو اللي خلى يسوع يتحمل ابني الرعد؟ يحبهم. شو اللي غير ابني الرعد؟ حب يسوع لألهم، قبول يسوع لألهم، معاملة يسوع لألهم، كلمات يسوع الشافي لألهم. بعض الأحيان بتخيل كان ينتهرهم، بعض الأحيان بتخيل كان يكون قاسي عليهم، بعض الأحيان كان يؤدبهم، لكن ولا مرة صفقن لبطة. قال هاي آخر مرة. أوكي يوحنا، ضب سليبين باك تبعك ورجع بيروت، خلاص عنا أي آخر مرة بتحملك. ها وصلت لهون. يوحنا ليك، يوحنا، يعقوب، شوف خيك صغير أحسن ما أحسب الله ما خلا. جرستونا قدام العالم. لما ماشيين عم علم عن الحب أنت وياه عم تخينا ومين بدي أقعد حدي. جرستونا.
نحن رايحين عم نعلم عن الخلاص والشفاء والتحرير. قال يسوع كان يتنقل بلوقا يعلم بالمجامع ويشفي المرضى ويصنع خير، وهيدول الاثنين بينزلوا نار وشافوا واحد عم يطرد شاطين، قال وقف هدك، وين هذا؟ مين ما هذا؟ من مين يشع؟ شو خلى يسوع يتحملهم؟ أسيس يسوع كان يحبهم، كان ينظر إليهم ويرى الأشياء الجميلة. كان كل الناس لربما تنظر إليهم وترى الأمور البشعة، لكن هو كان ينظر إليهم بعيون مختلفة، يحبهم. قد ما الناس والجيران تحكي على أولادك وتحكي على أولادك، أنت بتطلع فيهم طريقة غير. أنت بتنجرح إذا حدا بدق بولادك. ما حدا بيعرف شو معناتها هذه أحبائي غير ما تكون بي. ما عم بحكي بس لتكون بي جسدي، عم بحكي لتكون بي روحي. اللي بدق بولادي أو اسمع واحد بيجي بكل عين هيك عم بيحكينا عن واحد من ولادي من حبيبات قلبي، افتكر انه عم بيعمل معي منيح. عرفت امبارح شو عامل فلان؟ ما بدي اعرف. عمول معروف، ضب لسانك احسن ما زدتك من الشباك. من مسهم يمس حدقة عيني. تلعب معهم؟ عم تلعب معي. قد ما كان بشع ابنك، انت بتطلع عليه وتقول شو حلو. كل العالم مش معقول شو بشع هالولد، شو شقي، مش معقول شو زنخ، لكن انت بتشوفه مهضوم. صح ولا لا؟ ليش ما عندك عيون مش ملاحظ انه زنخ ابنك؟ لا، بتحبه، بتحبه، بتحبه. مش ملاحظ انه بالمرة متسلط، متكبر، بلا اخلاق، بيتصرف طريقة غلط، ما عنده جنس اللياقة؟ بحبه، بحبه، وشايف فيه اشي حلوة. الله اليوم ينظر الي واليك بهذا الاسلوب يا احبائي. تخيل لو الله بينظر الي واليك وبلش ينتقدنا. ها؟ إذا الله بيوصل هيك بقول هات لنشوف أنت شو عندك يا خسهاك، هات لنشوف شو عندك أنت خي بغوص. تنبلش يا في بلش هلا ويخلص بعد 10 سنين وبعد عنده إيش يقوله؟ صح؟ ها؟ نعم إيه ولا لا؟ حدا يحكي معي يقول شيء يعني. لكن ينظر إليك تعال شو بقول؟ شو حلو يا بغوث، شو حلو يا نبيل، كلك حلو، انت ابني، كلك حلو. بدك تعرف كيف انتهت قصة هيدول البطلين ابني الرعد؟ اول واحد منهم الخيل الكبير يعقوب، من بعد يوم 50 وجد عم بيوعظ وعم يعمل أمور خير، لقطه هيرودس الكتاب يقول وقطع رأسه. الأخ يعقوب كان تقريبا تاني واحد يستشهد في تاريخ المسيحية، تاني شهيد. تخيل الآن خيه الصغير يوحنا يسمع خبر خيك كنت تلعب انت ويا مصارعة، انقطش راسه كرمال يسوع. نعم، هو قال سوف تشربان هذا الكأس.
ولم يكن هذا الموضوع دافع لكي يقول ليوحنا اللي كان بده يحرق العالم قبل انه هلا يذهب وينتقم لدماء اخوه، لكن تحول هذا الشخص المتكبر اللي بحب السلطه، اللي بحب يقعد عن يمين يسوع، الكل عنف، الى ان يصبح رسول الحب. دعي يوحنا الحبيب، استقرأ رسائله عن الحب. بأفسس التاريخ يعلمنا يا أحبائي بأنه فعلوا كل شيء لكي يقتلوا يوحنا، لدرجة أنه كبوه بزيت مغلي، ما مات، زتوه على جزيرة بطمس منفي بجزيرة ما فيها ماء، مع مجرمين، مع قاتلي قتلة، مع سفاحين، مع لصوص، كل الحرامية وزبالة المجتمع كانت ببطمس. ومين معهم؟ يوحنا. ماذا يفعل؟ يكتب عن الحب. شيخ 95 سنة الآن، صار له 80 سنة تابع، صار محترف تابع، محترف تبعية يوحنا الحبيب، لكي يعود يا أحبائي ويتكلم في رسائله أنه أنا سوف أعود إليكم وأراكم وجها إلى وجه، ويعود ويموت في أفسس عن عمر تقريبا 95 لسبعة وتسعين سنة، بعد ما أن رأى من حوالي تقريبا شي 70 سنة موت أخوه يعقوب. لم يبعده هذا عن الرب، بقي تابع. كيف استطاع الله أن يحول ابني الرعد إلى شهداء في المسيحية، إلى واحد رسول حب والتاني تاني شهيد، واحد مستعد أن يموت من أجل يسوع بعد ما كان أراد أن يحرق العالم من أجل يسوع، والتاني كل الذي يكتبه هو يكتبه عن الحب. أريدك أن تتخيل الآن كيف كان لو أنت كنت مع محل يوحنا وعم تعرف أنه خيك عم بيقطعوا له راسه، اللي أنت وياه كنت تلعب أنت وصغار تبيان سوا، بتعرفوا خيك، الماما بدأت تقعدكم عن الشمال وعن اليمين، إنه تابع وأراد أن يشرب الكأس فكان له ما أراد. دعونا نقف في محضر الرب. اليوم تحدثت إليكم عن أول تلميذين، إذ كان الله يستطيع أن يفعل هذا مع ابناء الرعد أكيد في يعمل معي هيك إلي، يمكن أنت تكون هيك أيضا، يمكن أنت اليوم بيطلعوا لقلك الناس بيقولوا شو هيدا، ليه كيف بيمشي، ليه كيف بيلبس، ليه شو بيحكي، ليه كيف تحكي، ليه كيف تتصرف، ما علموها اللياقة، ما علموها كيف تلبس، ما علموها الآن. الآن استحب، استحب تصبح خادم، تصبح شخص ينظر لا بعيون الدينونة، لأنه الله حتى لا يدين، هو قد قال لا يوجد دينونة على الذين هم في المسيح يسوع. لكن استحب الآن تتلمس، تصبر، ترعى، تخدم، تغسل، استحب. أنت مستعد مثل الماما أنك تحفظ، أنك تمسح وسخ الأطفال الببيات، أنه تكون عم تلعب معه وتغنجهم يبزق عليك وينزع لك تيابك الجديد وأنت بتعرف شو تنظف له وترجع تبوسه. ليه؟ بتحب.
مش مرة شفت أم لما عمل هيك مع البيبي تبعها كبته من الشباك؟ عادة شو منسميها هيدي الأم؟ بلا أخلاق وبلا قلب، وعادة نفوت على الحبس. الحق حتى مش الحق على البيبي، ما منعطيه ولا نتفيت حق ولا مش، مع أنه هو اللي بزق، هو اللي وسخ، هو اللي عمل كل شيء، بس الحق مش عليه. حق عمين؟ على الأم. لأنه المطلوب هو منك أن تكون تابع خادم، تابع وخادم. يلي هذه الصفتان اللي يسوع كان عم بدور عليهم بالتلميذ، مع أنه كان في فريسيين هناك، ما نقى ولا فريسي كان تلميذه ليسوع، مع أنه كان في أدمغة بهذاك الوقت كله ناطرين هلأ يسوع جاي ينقى تلميذ. عرفتوا هذا اللي بيعمل عجيب؟ جاي ينقى هذا، بسفرنا معه يا معلم، جاي ينقى تلميذ. عرفتوا هذا المعلم الفظيع الرائع الكامل، هذا المسيح اللي عم بقول عنه المسيح، جاي ينقى تلميذ. كلياتهم ناموا صلوا كل الليل، غسلوا لبسوا احلى تياب، وناطرين هنيك ناطرين. هلا بقول انا صار كلهم، بعدين صار يسوع، لحظه قبل ما تكمل، لحظه، انت بتعرف شيء عني؟ اعطيتك السيفي تبعي؟ ما قريت عني بجريد امبارح؟ كتبوا عني مجد الرب طبعا، بس انه ما خبروك انه انا رجل صلاة؟ لا، انا ما عم دور على هيك، عم دور على ابن الرعد لأحوله الى رجل صلاة. ليه؟ لانه انت الان رجل صلاة لكنك لست تابعا. تغني على ليلاك، الله يبحث عن اتباع، تلميذ، خادم. ارفع يديك للرب، يا رب اريد هذه الصفات ان تتكون في حياتي. بل صلي من كل قلبك الان. صلي من قلبك، صلي من قلبك الآن، يا رب اجعلني يا سيد الآن شخص يحب كما أنت تحب. هو هاليلويا. يا أحبائي، يسوع لم يعتبر فشل تلاميذه. مرة أجل عنده قالوا له أنه ما قدرنا نطرد شياطين. لم يعتبر فشل تلاميذه أو إخفاقاتهم بأنه أمر نهائي، لكن كان دائما إذ يجلس معهم يعطيهم أمل، يعطيهم رجاء، يشددهم بالإيمان. أنت أيضا، هل أنت هكذا سبب بركة للآخرين؟ لما أنت بتحكي بيطلع منك نعمة للآخرين، لما أنت بتحكي بيطلع تشجيع، يعني الناس بتفوت لعندك محبطة مكسرة تطلع مشجعة مرتفعة منتصرة، حس أنه تستطيع أن تواجه كل أمر. هل أنت هكذا ملين إيجابية، ملين حماس للرب؟ لا تعتبر بأن الفشل الناس أمر نهائي وده شاء يا فاشل يا بالمرة. لا 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 لا، معلق فيك تعمل أحسن، رجع عيد مرة تانية، بتقدر. مشجع. ليه؟ يحب يسوع يا أحبائي. لم يفرح بفشل الآخرين، لم يلومهم حتى على فشلهم، لكن كان يشجعهم، يشجعهم، يشجعهم. وأنا اليوم بدي شجعك، إذا أنت بأي مجموعة أو أنت متخيل أنه الله ببلش يستخدمك في أي مجموعة الآن، إذا ما عندك هذه الصفات انسى الأمر، لأنه بدل ما تكون شخص يريد أن يخدم صرت شخص عم بتخلي هذه المجموعة تخدمك. صرت شخص مش بس عم تخلي المجموعة تخدمك، صرت شخص عم تبني أمجاد لألك من خلال الناس، مستغل للآخرين بدل ما تكون خادم وتبذل نفسك للآخرين ومعطي ومحب ومشجع. نعم يا رب،
يا رب ضع فينا هذه الصفات، ضع فينا هذه الصفات. إذ أنت، أنا أتحدث مش بس للخدام، أنا أتحدث لكل الفعلة في هذه الكنيسة. ضع فينا هذه الصفات يا رب، صفات البذل، صفات التشجيع، صفات أن نرى بحسب قلبك. لأنه إذا أنت ما فيك حياة مش رح فيك تخدم حدا. حدا عم سمع علي لين؟ إذا أنت ما امتليت من قلب الله مستحيل أنك تقدر تربح نفوس وتكون فاعل. إذا أنت ما امتليت من قلب الرب ومن حب، إذا الناس ما شافت فيك حب، إذا الناس ما شافت فيك قلب يسوع، إذا الناس ما شافت فيك تشجيع، إذا كل مرة بتقعد مع الآخرين بتكسر فيهم، انسى أنه يكون في حدا يريد أن يكون تابع لألك. إذا أنت متكبر، لكن تعرف شو؟ كيف ما كنت أنت هلأ، تعال لعند الرب، لأنه في أمل، في أمل، في أمل، ما خلصت هون بعد، في أمل. الرب اليوم يريد أن يحولك من ابن الرعد إلى ابن الحب. الرب يريد أن يحولك من فاشل إلى ناجح. الرب يريد أن يحولك من أناني إلى شخص يبذل نفسه. كانوا أنانية بدون يقعدوا عن شماله ويمينه، صاروا هلأ بدون يموتوا كرماله. الله يريد، يستطيع أن يحولك أيضا من عنيف قاتل غير حساس إلى شخص بتعرف شو بقول، أحبوا بعضكم بعضا لأن الحب قد ظهر في المسيح. محبة، المحبة، المحبة، المحبة. اقرأ برسالة يوحنا، تقرأ المحبة، 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 المحبة. يا لها من صفة، يا لها من صفة. الكتاب تعرف شو بقول يا أحبائي؟ أما ثمر الروح، لاحظ ما قال ثمار الروح، أما ثمر الروح الحب. أول واحد الحب، لأنه بالحب كل الثمار التسعة رح بتبين. إذا أنت بتحب، اللطف رح ببين، طول الأنات رح ببين، التعفف رح ببين، كل الأمور، الطهارة، كل هذه الأمور رح بتبين لما أنت تكون شخص يحب. يحب، هاليلويا. بحبك العجيب الهب قلبي فأشبع قلبك بصدق حبي. بحبك العجيب الهب قلبي فأشبع قلبك بصدق حبي. تعال برعش بكل عظامي، روحك يملأ كل كياني. تعال وبدد كل أحزاني، انهدني يا يسوع، انهدني يا تعال برعش بكل عظامي، روحك يملأ كل كياني. تعال وبدد كل أحزاني، انهدني يا يسوع، انهدني يا هللويا. مشتاق لعملك
احتاج للمسة قوية، مشتاق لعملك بيا، محتاج للمسة قوية، انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع، مشتاق لعملك بيا، محتاج للمسة قوية، مشتاق لعملك بيا، محتاج للمسة قوية، انهضني يا يسوع، انهضني يا انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع. هللويا. بديك تحط ايدك على الشخص اللي حدك لين تقول له انا ناظر لك، انا حارس لك، خي انا بحبك. قل له هيك بليز، احكيه معه، قل له انا بحبك، انا حارس لك، انا خادم لك، حبايبي. اليوم في هذه الكنيسه فكر فيها الان، اذا كل واحد منا الان بيصبح فاعل، بديك تركز من هلا لاخر السنه انك تفكر بهذا الموضوع الان بالذات. فكر إذا كل واحد الآن بفكر أنه يصبح راعي لشخص، بس كل شيء أنت محتاج تعمله أن أكون راعي لشخص. تعرف أنه بعد 10 سنين بتصير 1005 إذا تبلش راعي لشخص، وإذا 300-350 بيكونوا راعي لشخص، بعد 10 سنين بيصيروا 500,000. فكرت فيها شي مرة؟ لكن 3/4 الأوقات تعرف ليش ما بتصير؟ لأنه كل الوقت نحن منطلع على حالنا، ولا واحد يريد أن يكون فاعل، كلياتنا بدنا نكون مفعول به. كليتنا نرى احتياجاتنا وعالمنا وأمورنا كبيرة جدا، لدرجة أنه كل العالم غبار ونحن العالم ما بتمشي والكرة الأرضية ما بتدور إذا أنت مش بالوسط. يمكن ما بتقولها بالحرف الواحد لكن هذه الحقيقة، وفجأة تبلش اهتماماتك تتغير، بتلاقي أنه احتياجاتك الخاصة تزيد لك، تزيد لك. حبيبي مثل ما قلت لكم من كنت بأمريكا، رب خدمت تقريبا كل يوم 3 أو 4 اجتماعات، وعم تحكي كل اجتماع تقريبا 2.5-3 ساعات، يعني عم تحكي 12 ساعة واقف، عدا انه عم بحكي مع الناس بعد الاجتماعات بأمانة 3 أو 4 ساعات بنهار كنت عم نام، عدا انه بظرف حوالي 16 أو 17 يوم غيرت أكثر من 13 أو 14 طيارة. لكن بتعرف أيضا أراب حطني بأفضل وأفخم محلات في العالم. ليه؟ ما كنت عم فكر بالموضوع، تزاد لألك، تزاد لألك، تحصيل حاصل. شو بدك؟ أغلى مقتنيات تزاد لألك. بدك تاب تزاد لألك، بدك إغراض تزاد لألك، بدك مال يزاد لألك، شو بدك؟ بيوت تزاد لألك. معقول؟ إيه معقول. ليه؟ تحب، فاعل، تخدم الله.
عيونك على النفوس وعلى يسوع. إذا كل واحد بلش يحب شخص، هلا ما بحكي عن العلاقات، عم بحكي عن شيء تاني، لأن مش كلكم تروح تتجوزوا الجمعة الجاية، مش أنا عم بحكي عن. بحكي كل شاب يفكر إنه يلاقي شاب في هذا العالم ضايع وبلش يرعاه، يهتم فيه، يتصل فيه، يخبره عن يسوع، يساعده، يطلعوا على اللقاء، يضل معه، يرافقه، يسأل عنه، يهتم فيه، يصلي له بحب. إذا كل واحد منا بنعمل هيك نلا لآخر السنة نصير 700. مش مهم العدد، يعني فكر فيها الآن، في 350 بيخلصوا من هلا لآخر السنة بيطلعوا على السماء إذا أنت بس تتغير. فكرت فيها شي مرة؟ واحد، ما بدك 12، بك واحد بس، تهتم بواحد كل السنة، اهتم بواحد. إذا كل السنة ما ربحت غير واحد للرب واهتميت فيه، بكون عملت أحلى عمل. هاليلويا. بس واحد، واحد شخص، واحد عم بتصلي وتتشفع وتهتم، تاخده معك على المجموعة، تتصل فيه، تسأل عنه، وينك، تحبه. ليه عم تعمل هيك؟ شو جايك من وراها؟ جايك انه واحد رح يطلع على السما من وراك. ويوم الايام، يمكن هلا ما يعرف امتى، لكن يوم الايام لما رح بيكون فوق، رح بيجي لعندك بيقول لك بشكرك من كل قلبي انه لما كنت بالمرة انت تحملتني. عن جد كيف انت تحملتني يا زلمي؟ انا ما بعرف، عيطت عليك، بهدلتك، بزقت عليك، طبست الخط بوجهك، لكن انت عم تصلي لي وتحملني وتحبني. فكرت فيها شي مرة؟ انا بدي اشكرك. خذ ايدي لحدك، قل له خلينا نشتغل يا خي. كل اثنين يصلوا مع بعض، لان كل واحد بلش يصلي لواحد. رب رح يحط عقلبك واحد، لان رح يحولك الان من ابن الرعد اللي بدك تحرق العالم لشخص بدك تحب العالم. بلش قل له خلينا نصلي مع بعض انا وياك يا خي، لان من اجل شخص